اوكي، السلام عليكم. معلش يا جماعة، انا اعتذر، بس جاني كذا ضيف وللاسف اضطريت ان انا اضرب في ميتينج واطلع. طيب، ما ادري احنا عشان سجلنا الحين من جديد، مسموع الصوت ولا مو مسموع؟ بس احد يرد عشان قبل ما اكمل ويكون على الفاضي بعدين. مسموع أبو زياد، مسموع. ممتاز، خلاص، أوكي، يعطيكم ألف عافية. طيب، ما أدري فين وصلنا، بس خلينا نرجع سريعا تو راب إت أب. على أنا والله ناسي فين وصلنا، فخليني بس كذا على السريع أتكلم على موضوع الست شهور وشمعة ال 12 شهر عشان هذا تسجيل جديد، وبعدين ندخل على موضوع نكمل على اللي إحنا فيه. طيب، إذا على موضوع شمعة الست شهور، اوكي، انا فين بس اي. طيب، احاول ان اقول اوكي، زي ما قلت بس سريعا، انه التحليل هذا زي ما اتفقنا، عشان ليش انا هسوي تسجيل جديد، فعشان لو نزل يوتيوب الناس تكون فاهمه ايش كلام. فقلنا انه ممكن يكون هذا A وناس بتترجم انه هذا B، تمام، وان احنا رايحين ل C، اوكي، على اساس ان احنا نكمل ومعاهم حق، اوكي، هذا تحليل مظبوط ورايه وما في اي كلام عنه ولا احد يقدر يعترض عليه ولا اي شيء، وواضح لينا كمحللين وواضح للحيتان، يعني اللي يبغى يقول الحيتان شايفينه بالضبط بالرسم زي كذا. Right. تمام، اتفقنا على الموضوع هذا، ما في اي كلام، والهدف تبعه حتى اكثر من 23,000، والحين هثبت لكم بالموضوع هذا. الان انا تكلمت على موضوع انه شمعه الست شهور، شمعه ال 12 شهر، هو هذا اللي انا بتكلم عليها. خلينا نشوف هنا. اوكي، شمعة ال 12 شهر هذه، alright، زي ما قلت انه الجاب اللي موجود هنا لازم يتغطى، ماشي، هذا اللي مبين عليه، لانه لو ما تغطى وكمل نزول من هنا وكسر القاع حق الشمعه هذه، انسى انك توقف عند 23. طيب، هدف الرايه وهدف النموذج هذا اللي احنا شايفينه كل الحيتان شايفينه، اوكي، اللي يبغوا يخلوك تتوهم انك انت شايفه، واحنا شايفينه ان احنا رايحين لهذا المنطق، فهو هدفه يعني ما في شيء اسمه حيوقفه 25، اوكي، او 23، ما حيوقف غير عند ال 14 13 زي ما تكلمت قبل كذا في الفيديو اللي راح. والست شهور نفس الشيء، هنا تبين لي الست شهور انه انا بس ابغى اشوف اوكي، هنا اللي انا ابغى ابين، نفس الشيء الست شهور عندي جاب هنا، قلت لو حيفضل السعر ممكن يسوي الذبذب من المنطقه هذه الى المنطقه هذه، اوكي، مسموح له ست شهور، والست شهور الثانيه اوكي يغطي الجاب اللي هي بعد اوغست والكلام هذا. الشمعه هذه الجديده اللي راح تفتح في 1 جولاي، تمام، فممكن نحن نفضل بالذبذب، مسموح له، ما عنده مانع المفروض، لكن ما تنزل تحت الشمعه هذه، هي المفروض ما تنزل تحت الشمعه اللي موجوده هنا اللي هي قاع 33، المفروض يعني منطقيا، لكن لو تبغى هذا اكثر شيء شمعه ليها هنا. وحتى شوف الموفينج افريج مبين انه هي هنا تقريبا عند ال 28 29000 اللي انا قاعد اتكلم عنها. لو كسرنا ال 29000 النموذج الموفينج افريج الثاني اللي بعده على طول 18000، وانا ما بقول حتى راح توقف 18000، راح توقف عند اول سبورت هنا اللي هو المنطقه اللي اتكلمت عليها 14 15000 هنا في المنطقه هذه. Alright. فعشان كذا انا ما بقول ساعتها يكون بير ماركت، حيكون انهيار ماركت، اوكي، يعني ما له دخل ابدا بالبير ماركت. احنا خرجنا من مرحله البير الى مرحله خلاص انهيار وانعدام. لو تذكروا زمان كنت سويت تحليل ان 1 2 3 4 كدوره كلها البيتكوين، وانه قاعد يكون اندينج دايوجنال للبيتكوين ككل. قلت البيتكوين لو انه بالطريقه هذه معناها ننزل لمرحله 18 15000، ليش؟ عشان نضرب المرحله الخامسه وبعدين نكسر لتحت، بس هذه معناها راح تاخذ لنا 3 4 سنوات تقريبا.
أجين النمو السيناريو اللي أنا قاعد أتكلم عليه ليس معناه إنه السيناريو اللي راح يصير اللي أنا بتكلم عليه، أنا بتكلم إنه هذه الاحتمالات اللي أنا شايفها من وجهة نظري، لذلك أنا ما أبغى أتبنى وجهة نظر الكل شايفها، ما في أحد ما هو شايف الرأي هذه، ما في أحد ما هو شايف الرأي هذا، تمام؟ كلنا شايفينها، فإذا نزلوا يعني كأنهم بيقولوا للسوق كله إن إحنا نازلين، تمام؟ الثلاث شهور هي المقلقة شوية، لكن لو كانت زي ما قلت تكلمت أنا في بوست قلت إنه لو الشمعة هذه كانت خطرة كانت على طول أكد للمية في المية ماكسيمم يسوي اختبار للواحد 41-42 ألف وبعدين يطلع ينطلق، لكن يمكن هنا قلق، لكن في النهاية برضو راح ترجع فقط تختبر اللي هي ذيل الشمعة هذه اللي موجودة حاليا، وأنا شايف إنه القاع 33 ألف بناء على الشمعة السابقة هذه، أوكي، سواء هي أو الست شهور أو الـ 12 شهر، alright. لكن لو نبغى نكون متشائمين 29، لأنه أجين 29 لو كسرناها إحنا ما إحنا رايحين، يعني هذا أول ليفل، هذا السبورت الحقيقي 20 ألف مو سبورت، ما هذا أنا بقعد بختصر بس رابط أب إيش كنا بتكلمنا فيه قبل شوي، ما حصل أي أكشن عند 20 ألف لما اخترقناه، أول أكشن صار عند 30 ألف، فلذلك إذا اختراق 30 ألف كسر 30 ألف مع السلامة باي باي لندن، يعني انتهينا خلاص، يعني أوكي ندخل عاد في قصص ثانية هذه، ولا أحد يسأل العملة الفلانية والعو كله راح يضرب في التحت، فهذا أول سبورت عندك في المنطقة هذه اللي هو كم تقريبا 14-15 ألف المنطقة هذه اللي بتكلم عليها، هذا الله أعلم كمان نوقف هناك ولا ما نوقف، بس يعني اللي باين إنه هذا السبورت اللي موجود تحت 30 ألف، هذه بناء على شمعات بعيدا عن التحليل الموجي وبعيدا عن أي تحليلات كلاسيكية ثانية، تمام. طيب إيش يسند الكلام هذا كله؟ مو معنى ذلك إنه هو هذا اللي حيصير، قد أكون مو مخطئ 100% أكون مخطئ. اللي يسند الكلام هذا هي هذه RSI اللي أنا شفته هنا دقيقة. أيوة تكلمت على RSI، هي أيوة هنا اللي توقفنا إحنا هنا في المنطقة هذه. أنا قلت اللي يسند الكلام هذا إنه RSI هذا المفروض إنه لسه ما زال عنده هدف للصعود لأنه باين عليه. أوكي مثلث صاعد ascending triangle المفروض يكمل، الحين طلع قاعد يسوي تيست المفروض يطلع يكمل إلى فوق، تمام. معلش أنا سريع لأن احنا تكلمنا في الموضوع هذا، بس بحاول أن أنا أرابط عشان يكون واحد فيديو مو كذا فيديو مع بعض مقطع، right. فالRSI بتقول لي أنه لسه في صعود المفروض صاعد، طيب كيف وشكل الراية وشكل العلم مدري إيش، طيب خلاص يبقى ممكن نرجع نتبنى ال 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 ال, ال, ال اللي ايش يا ابو زياد اللي هو ايوه اللي هو النموذج اللي احنا قاعدين نسويه المثلث، تمام. هذه اوكي وطلعنا كسرنا هنا وبنرجع نختبر هنا، هل ممكن يكسر؟ ممكن ما اقول لا، لكن حتى لو يبغى يكسر على الرايه اورايت فهو ممكن انه يوصل لمرحله اللي هي 39 38 الف اللي هو قاع الرايه هنا ويطلع، ويا ما شفت تحليلات انه هذه بتطلع لها تصحيح أو تبرير آخر وفجأة زي كأنها بتتدرج في الصعود وفجأة تلقى هذا كسر لفوق، تمام. ممكن في النهاية بقول لكم مجرد تحليل، بس أنا شايف ما أقدر أتبنى لهذا، فأنا ليش أنا هتبنى الصعود إلى أن يثبت العكس، هتبنى الصعود إلى أن يثبت العكس إنه حتى زوايا جان قاعدة بتقول لي إنه المفروض نوصل على الأقل ل 59 ألف، فإذا هبطنا من هنا اللي هي المنطقة هذه وال تراينجل اللي موجود الوجه اللي احنا تناسيناه الان مع لخبطه التحليلات اللي موجوده حاليا، يعني زي ما في مؤشرات للهبوط ففي مؤشرات للصعود يجب ان لا نغفلها، اورايت. هذا وجه اورايت حاليا نفس الشيء، هذا هدفه حاليا الوجه اوكي طويل العمر اورايت، تتكلم هنا ما بين 58 لو اخذتها يعني مثلا بالضبط من ساعة الكسر هنا حيكون من 58 إلا لو تبغى تأخذ على الإغلاق إلى 62 ألف تقريبا، alright. وحصلت كثير وهوريكم تصريحات إنه كسرنا الوجه ويقعد يلعب هنا في المنطقة هذه وبعدين فجأة يطلع يكمل إلى المستوى هذه بعدين هناك التصحيح العميق هذا، تمام. إيش ثاني من المؤشرات الثانية قبل ما أنقل للعملات؟ يس إنه على التالي الموفينج المتوسطات طبعا ما حقول انها هيلثي 100% is not healthy، لكن زي ما حصل معانا في المنطقه هنا، المنطقه اللي هنا ايش اللي سوى؟ اضطر انه يطلع فوق ال 200 موفينج افريج ويصحح من هناك، كانت الموفينج افريج قلبت ساعدته للانطلاق اللي بعد كده. طبعا
أنا ما زلت مصر إنه هذا كانت A أوكي وهذه B وهذه اللي قاعدين نسويها C. خلاص هذه أنا مقتنع فيها، ويمكن في كثير خلاص اقتنعوا. يعني في فترة كان في ناس معترضة إنه لا 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 هذه مش B وهذه موجة الخامسة أو هذه موجة واحد من اثنين. خلاص أنا اقتنعت إنها B لأنه شفت تصريحات كثيرة أثبتت بالكلام هذا كله، وقلنا لما بصينا عليها في الشارع. فخلاص مدام أنا B إذن أنا في C، وبدأنا ننطلق من C، فأنا عندي الموفي أفريج نفس الشيء بيوريني إنه هو تعدى 200 موفينج أفريج. أوكي أتمنى طبعا لو كسر تحت ال 42,000 معناه إنه الكلام اللي أنا بقوله هذا فشل يعني، ولكن إذا حافظ على المستوى هذا فكأنه بيعمل الموجة الصاعدة وبيبدي بس يصحح من هنا ويكمل الصعود حقه لحد ما يوصل للليفل أو الهدف حق تقريبا على الأقل الوجه هذا اللي موجود. كذلك زوايا جان بتطلع إنه المفروض على الأقل الدورة الصاعدة هذه alright توصل بس مينيمم على الأقل 60,000، مينيمم 60,000. عشان كذا ما حد سألني من كم يوم أنت فين شايف إن إحنا هنصحح ولا ماذا، فقلت على حسب فين نوصل. الآن هنا 24 أبريل منطقيا المفروض نكون هنا في المناطق هذه ما بين 55 إلى 60,000. ليش؟ عشان يبدأ التصحيح في ماي. أنا ما أنا مقتنع إنه ماي شهر صعود، المفروض إنه run away sell in May and run away، فإنه ماي إلى جولاي ممكن يكون نزول، وهذا يتوافق مع شمعة الست شهور نفسها اللي بتتكلم إنه في صعود يغطي الجاب اللي موجود. فهذه كمؤشرات البيتكوين. يعني البيتكوين بيقول إنه لو نزلنا، يعني معلش إذا أنت شايف إنه هذا كله شايف رأيه وشايف الرأي بما فيهم الحيتان، وأنتوا زي ما أنتوا بتقولوا الحيتان قاعدين بيهم الناس بالصعود وإنه شايفين الموجات، فكيف ما ممكن بيهموهم أيضا بالهبوط؟ الله أعلم هل هيرجع يختبر مرة ثانية هنا ويرجع يكمل صعود. في أنا تحليل وريتكم زمان فراكتل أوكي، إنه مجرد ما خلص الرننج فلات هذا أوكي الصعود كان بالشكل هذا، بعد ما خلص الرننج فلات هذا الصعود كان بشكل تدريجي، ما كان كان فراكتل فظيع بس ما أنا عارف فين وصله، موجود هو في القناة العامة. فكان الصعود بالطريقة هذه إلى أن اخترق إلى المستويات العليا. الآن الـ RSI بيدعمني، الـ Weekly Mac D بيدعمني أيضا أوكي، تو عامل كروس for the first time from weeks، يعني من نوفمبر إلى الآن أول مرة يسوي كروس أوكي، يعني بدأ يسوي أخضر هنا، بدأ يدخل في الـ positive territory. إيش ثاني كنت أقول عنه؟ الشغلة الأخيرة اللي أبغى أتكلم فيها إنه العملات زي ما قلت الجديدة، ما أتكلم عن الكلاسيكية أوكي، معظمها لما شفنا تقريبا خلص التصحيحات، تقريبا والله العليم إنها خلص التصحيحات وباين عليها. يعني حتى هذه لو هنتكلم عليها هذه راية، هذه علم راية ولا إيش بيسموه، فلاك بولش فلاك أوكي، هذه بولش فلاك باين إن حتى على الترند بالملي. يعني حتى هنا شوفوا سوت اختبار، رجعت طلعت رجعت نزلت بس تحت عشان تسوي الدايفيرجنس هذا اللي موجود alright، وبدأت تطلع. هذه بالنسبة للريف مثلا، بالنسبة للفي ار اي كل العملات هذه واقفة عند موجة لازم تخلصها. مثلا قلنا تكلمنا عليها هذه انا يعني في ار اي كمان كل ما السوق يخبطني اشوف هذه العملة خلاص واقفة هنا باين عليها 1 2 3 وهذا كله A B C تصحيحها، لازم تكمل الموجة الخامسة حكيتها. طيب لو البيتكوين نزل، طب ما هذه ماشية مع البيتكوين، فين هتروح هذه؟ هتتداخل مع هذه؟ يعني ما أنا عارف إذا إحنا بتكلم على 23 وأنا بتكلم على أقل من ذلك. عملات كثيرة، هذه يور كوين، هذا الجروب فين جروب كوين، جروب كوين، تكلمنا على عملات زي فت مثلا، في شين، في شين نفس الشيء حللناها أوكي. أوكي نفس الشيء يعني على الصعود أوكي، إنها تقريبا خلصت التصحيح تبعها أوكي، وبغض النظر حتى لو بقي لها شوية موجة ولا شيء بس في موجة لازم تأخذها. إذا البيتكوين الآن على 48,000 تقريبا تتكلم أو 46,000 ورايحين لل 23,000 which is target معروف، يعني ما target مو بس اللي حاطط الله يخليكم حطوا ميوت بس الله يسلمكم عشان
اوكي ف 23000 فين هتتوقعها في تشين هتروح؟ هتنتهي مين ثاني؟ حللنا مثلا عملات بشوفها جديده، قال شيبا مثلا يس شيبا سيبك منها دحين، شيبا انا بدات اشوف فيها يعني زي الكوين، سبب صعود زي الكوين اوكي انها خلصت التصحيح حقها رايت، فالحين طالعه هل هتعمل هي هذه مثلا الموجه الاولى من الموجه الخامسه اوكي وتطلع تكمل انها خلصت هنا الرابعه. فاللي يخليني يعني سي اتش ار مثلا هذه قاله فين سي اتش ار في ار اي ريف دقيقة بس خليني اشوف لك وحشة يا ابو زياد. الله يخليك يا حسين، هلا حبيبي كيف حالك؟ والله انا بديت انسى، بس انا والله بسجل لكم فيديو بس والله ما عم بظف رمضان وما ادري داخله معايا، فقلت يلا كويس نعمل بث خاصه انه في اليوم ام بي او بوكس هذه مثلا، هذه ام بي او بوكس مثلا ان بوكس هذه انا بشوف انها خلص التصحيح خلاص يعني انتهى على الويكلي، والحين لسه حنبدا يمكن في اول موجه اوكي بس نشوف تصحيح وبعدين نكمل فوق. فين سي اتش ار؟ انا كنت عامل سي اتش ار CHR I hope this is the one. مثلا CHR نفس أي تقريبا نفس تصحيح البيتكوين يعني قلنا هذه موجة واحد وهذه اثنين وهذه ثلاثة وهذه أربعة. طب يعني اوكي يمكن سي اتش ار ليها نزله هنا تكه تختبر 25، بس لو راح البيتكوين يعني تكه هنا من 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 60 الى 30 سنت 25 سنت اوكي اكسبتد، لو البيتكوين نازل مثلا من خلينا نقول من 48000 ل 30000 لكن بيتكوين نازل ل 23000 هذه الساعه هذه تنزل هنا تحت يعني هتروح. ديجو مثلا حتى ديجو يعني شفناها نفس الشيء المفروض تكون خلص التصحيح يعني اي بي سي انتهى يعني خلاص حتى شوف جاي على اللاين بالملي يعني اوكي اي بي سي المفروض تبدا من هنا تبدا تريح تطلع الله اعلم لو تبغى تنزل كمان هتكون تداخلت مع موجه واحد هتسوي لي اكسباند فلات بغض النظر اللي احنا شايفين. صوتك بعيد يا طارق. ابو زياد السلام عليكم. صوتك مره بعيد يا طارق. عليكم السلام. كيف الصوت؟ ايوه كده كويس. شوف على ديجو بس مداخله بسيطه وكمل بعد ديجو. لو تحسب الموجه من بدايتها من اسفل شيء اللي هي بدايه الموجه واحد تعطيها الى القمه حقتها حتلاحظ انها طيب. موقفه عند 681 او 618 طيب على الفيبو. هذا يعطيك احتماليات طبعا انه تكون الموجة اثنين، ممكن موجة اثنين انتهت، ان الموجة اثنين تنتهي عند الفيبو هذا يعني لو اثنين اي موجة اثنين يعني لو كانت هذه كلها اثنين القمة حق التصحيح هذا اللي من القمة للقاع اذا كان اثنين فمعناته الموجة ثلاثة والله العظيم منها من فوق الالف يعني. أنا قاعد أحسبها كذا لأني راجعت أكثر من مرة ممكن تكون هذه موجة اثنين ترى يعني واحد طيب يعني 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 زي ما بقول لك أنا ما هختلف بس أنا قصدي بغض لأنه في عملات يعني أنا بصراحة أشوف زي ما بقول لك أنا ما حدخل في تفاصيل الموجات عرفت قصدي يعني ما حدخل في تفاصيل بس أنا بشوفها كذا عشان هذه على الويكلي إنه واحد اثنين بس ليه يعني ليه ما تبغى تحسب إنه هذه واحد اثنين يعني إيوه هذه إيوه اقل واحد اثنين من نفس الموجات الداخليه بس لو انت حاطه على كم على الويكلي صح عموما ايوه على الويكلي بعدين هذه ثلاثة بعدين هذه أربعة بغض النظر عن الموجات الداخليه ما تشوف انه ميه مصادفه كذا انه يوقف الديك وتوقف عند 618 في بوناتي. Exactly. ما هذا اللي بتكلم عليه
هذا هذا هذه النقطه الثانيه اللي ابغى اقولها، انه في عمله هذه من العملات الجديده، ما ادري اللي شاف الفيديو حقي اللي بقارن بين العملات الكلاسيكيه والعملات الجديده، كل العملات الجديده واقفه عند مرحله نهايه التصحيح حقها. اوكي، يعني يمكن اخطانا هنا ما شفنا انه هذه موجه بي، لكن ما نقدر نخطئ ان كل هذه في لسه موجه ناقصه قبل نهايه الدوره حقتها. الملجات الكلاسيكيه لسه هتكلم عليها، موجه بي اوكي معه، فهي مش صدفه على قولك، مو صدفه. حتى معظم العملات حتلاقيها عامله الكلام هذا، حتى ريف، حتى سي اتش ار، حتى يعني الوجه نفسه الهابط، الوجه الهابط هذا يدل لك انه في صعود. اكزاكتلي. فكيف وهذا هي الماك دي لاول مره، شوفوا الماك دي احمر احمر احمر، يعني عشان بس تتاكدوا. ترى مو هذا المثال اللي انا بعطيكم اياه، بس انا قصدي بعطيكم امثله على اللي انا بتابعها، يعني احمر احمر احمر، شوفوا اول مره التقاطع الحين، وهنبدا نصعد على الاقل في موجه صاعده جاي. طيب سؤالي، موجه صاعد جايه حاليا على ديجو، والبيتكوين يبغى يروح 23 26 وانا بقول لكم هي 23 هدف الرايه، ولكن انا في رايي ما راح يوقف خلاص. زي ما انت شفنا الان سيناريو فاشل، سيناريو سلبي حاليا، لما نوصل عند ال 23 هيتعبنا وهيطلع لك سيناريو سلبي ثاني، ويصير مثلا، وطارق يمكن عارف الكلام هذا وانتم اكيد سمعتوه منه كذا مره، كنا سينجل زيجزاج دبل زيجزاج، اوف نوصل ليطلع سيناريوهات سلبي، او ممكن يسوي تريبل زيجزاج، يعني عارف قصدي، حندخل في كم سيناريو. لذلك انا ليش بستبعد سيناريو الهبوط المجنون؟ للاسباب اللي حكيتها على الجروب. واحد، انه الهدف مش 23، في هدف بعيد لما تشوف الشارت على 12 شهر وعلى 6 مانس وعلى على اللونج تيرم. اوكي، تاخذها حتشوف اهداف اقل بكثير من اللي انت قاعدين متوقع. ويمكن لو عمر معانا، انا وياه تكلمنا اكثر من مره على الموضوع هذا. اوكي، شايفين اهداف بعيده جدا، لذلك كسر ال 30,000 مخيف حاليا. ثانيا، العملات هذه معطيه موجه، يعني معطيه موجه صعود، ومعطيه معظمها بحساب، يعني انا ما انا حاسبها موجات داخليه بديتيلز. شوف هذه ال 61 اللي بيتكلم عليها، انه في بوناتشي واقع 61 بالضبط، في بوناتشي. طارق ممكن يحسب لكم موجات داخليه، لكن انا بالوهم كذا، زي ما بالوايم كذا زي ما يقولوا. اوكي، انا بسيطه، عندي A B C خلاص وتعدت، عرفت قصدي، انا عددها على الويكلي طالع، ما ابغى ادخل في تفاصيل. في موجه ناقصه، ايه ترى نفس طول موجه السي، معلش بالضبط. انا على فكره هذه، انا هذه راسمها من اول، لو تتذكر في تحليل في الجروب حقنا، تتذكر جبت لكم كوبي بيست من هذه، فقلت انه ناصر على الموضوع فيها وانت صححت لي هي، ايوه. فكانت انه راسمها من الاول، وجابتها بالملي جابتها، يعني نفس اللي اخذت فراكتل من هذا كوبي بيست. فانا قصدي يا جماعه، لو ابغى اتبنى الـ 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 الفكر هذا، معناها انه في شيء غلط في العمله، في شيء قراءه خط، يعني مو معقوله انا بقرا غلط وطارق بيقرا غلط. يعني حتى طارق انا وياه اختلفنا في اكس في جي، فاكر يا طارق اختلفنا صح ولا لا؟ بس رجع قراها صح في النهايه ووصلها، يعني في النهايه حتوصل للحل. مو معقولة قاعدين نقرأ غلط طول الفترة هذه كلها. والله شوفوا الموجات، أنا جيتك الأسبوع اللي فات صح قبل رمضان، كلمتك قلت لك وأنا برا الجروب، لما كنت طلعت من الجروب قلت لك ديجو يا أخي أنا شايف إنها منتهية، تتذكر الكلام ده؟ أيوه. قلت لك منتهية، أنا مستغرب كيف إنه باقي فيه هبوط، يعني أنا هذا اللي ترى مخليني مصدع. صح، كان طارق يقول لي أنا ما أحير لي كيف حيكون فيه هبوط على البيتكوين. فيرا نفس الشيء، شيبا نفس الشيء، كل العملات. يعني شوفوا شيبا ممكن أشك فيها، تعرفوا ليش؟ ممكن تكون هذه A وطلع تسوي لي B وتسوي C، بس تطلع تسوي B، يعني على الأقل تطلع تسوي B، يعني أنا ما بقول لك إنها تطلع وتكسر قمة، ممكن، يعني زي ما عمنا إليوت مات وتركنا في الحيرة حقتنا، لازم يقعد يحيرك في يا سيدي أنا بلاش أقولكم عمنا إليوت ولا مو عمنا إليوت، أنا نفسي أشوف هنا البوك حق إليوت. يس، هذا البوك حق إليوت. أنا بوريكم بس تصحيح عشان تفهموا إنه لا أنا ولا طارق هنعرف التصحيح إلا بعد ما ينتهي، بس شوفوا التصحيح هذا. هي لا، مستحيل تعرف، قصدك إنك تعرف التصحيح؟ لا مستحيل إنك تعرف التصحيح إكزاكتلي بالضبط إيش هو، يعني لكن شايفين هذه؟
ممكن شايفين ماريوهات يعني بالضبط احنا بنقرب، بس انا قصدي بوريهم شايفين هذه رقم ثلاثة شايفين اوكي مفروض انه هذه أربعة او مثلا طلعت بي هذه أربعة، لا فين طلعت بي؟ هذه بي وهذه سي، شوفوا فين الأربعة تجد بعد كم؟ هذه بعد ثلاث سنوات ولا بدري كم، عارف قصدي؟ هذا اخر ثلاث سنوات. مداخلة بسيطة بس في اي تصحيح يكون طويل اعد التصحيح هذا تصحيح أربعة من النهاية، هذا هو اللي انا بقوله، عشان كذا احنا تصحيح أربعة لانه انا مختلف، هذه فعلا اخذ تصحيح أربعة لان انا مختلف من الناس اللي تقول ان احنا في خمسة، تمام؟ فمعناها أربعة يعني في عندنا قمة ثانية، لانه تصحيح معقد وقوي جدا. وبعدين شوفوا البيتكوين عمل حاجة اسمها اللي هي تبادل الادوار، احنا ما شفناها صح في الفترة هذه. دقيقة، هذه هي يس اثنين كانت ديب وهذا كانت سايد واي، ايوه سايد اكزاكتلي، بس هذه اي بي سي خلاص، كانت هذه الشر تمام، فهذا اللي صار السايد واي، فخلاص هذا سايد واي، بس هذا شكل الفراكتل. الحين لو البيتكوين نزل في المرحله اللي احنا فيها كمان اثبت فشله في ظل التضخم، هذا السبب الثالث اللي انا تكلمت عليه. لذلك انا بس اللي حابب اقوله شيء واحد، زي ما تتذكروا كان في شباب يطلعوا جروب يقولوا يا ابو زياد انت شايف في السوق وكنت متبني ان احنا نطلع وهنكسر قمم قبل ديسمبر لانه في مشاكل، وطلع كلامي صح، بس الخطا ان انا تفائلت زياده على اللزوم ان احنا نكسر وما شفنا انه هذه بي، يعني هذه موضوع بي ما شفناها وما شفنا القمم. فقال في شباب كانوا يتكلم يقولوا يعني اذا كلنا شايفين ان احنا رايحين للقمه في قبل ديسمبر والحيتان كيف حيخلونا؟ تمام؟ ليش؟ لان احنا كنا شايفين تصحيح ان هذه حتى هذه، انا قلت لكم اسوي لكم فيديو عن شيء اسمه الموجه الخادعه اللي هي موجه بي، موجه بي هي بيسموها حتى ذا فوني ويف، اذ معناها الموجه الخادعه، لانها ممكن تعطيك انها طالعه، عارف قصدي؟ وفي الاخر تكتشف انها لا طالعه ولا شيء، هذه طلعت موجه تصحيحيه، كل اللي بيصير موجه تصحيحيه، تمام؟ واكتشفناها في الاخر مؤخرا. اللي ابغى اقوله انه اللهم صل على سيدنا محمد، كنت بتكلم على ايش؟ انا دخلت في الموجه الخادعه. هذا انه تذكروني شباب، فجاه كذا فصلت، مع اني ايش كنت بتكلم عنه؟ ان نفكرها انه بتطلع على فوق ولا لا، بس قبلها ايوه قبلها الشباب اللي كانوا يقولوا انه ايوه انه بالضبط انه كيف حنطلع والحيتان يعني حيتركونا ومعقوله شو اسمه هذا، فقلنا صح معاكم حق. لا وكنت يعني كنا ما نعرف ايش الرد بالضبط. فنفس الشيء ليه يعني في سيناريو الصعود قلنا انه كيف الحيتان حيتركونا نصعد، وفي سيناريو الهبوط يعني معلش سوري هذه الكلمه يعني هذا 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 النموذج اللي احنا شايفينه حاليا، سوري هذا بالله مو كلنا شايفينه، يعني ما تبغوا تقنعوني اي واحد متعلم الشارت امبارح راح يشوف النموذج هذا، هذه الرايه يعني سهله جدا، يعني ما هو شيء اسطوري يعني اللي هو شايفه هذا، يمكن المثلث حتى كمان متشاف. طيب سؤالي في الكلمه هذه، ليه مو الكل شايفه؟ ما الحيتان شايفته كمان، هو هذا اللي بقنعك فيه انه احنا راح نهبط من هنا وراح نكسر. عشان كذا شفته ابو ريما اليوم حلل وقال ابو ريما ممتاز وقديم في السوق وما حد يذكر الكلام هذا كله، اوكي، لكن هو شايف نفس التحليل اللي شايفه طارق، اللي شايفه انا، اللي شايفه 99% من المحللين حاليا، كل اللي شايفينه حاليا انه هذا ممكن ينزل. وطبعا في عندهم النظريه اللي بتساند الموضوع هذا اللي هو ايش؟ الاكسباندنج فلات. لكن لما تروح تشوف شبعة الست شهور وال12 شهر تقول لا يمكن انه حيوقف عند 23، كسر القاع هذا اللي هو 28000، اول قاع هنا حيقابلك هنا 14-15000. انا بتكلم كشمعات وكموفينج افريج، ما حتكلم معاك في قصص وتفاصيل انا وانت نقدر نختلف عليها، انا بكلمك كشمعات. وهذا شوفه حتى حاطط الاخضر هذا من زمان كنت بتكلم فيه انا وبتناقش انا وعمر. لذلك انا بقول خلونا نصبر على شهر ابريل، لانه شهر ابريل معطي نوعا ما انديكيشن انه في صعود، ولو انه شكل الشمعات تخوف، ما اقول لك لا يعني ما حقول انها شكل شمعات يعني رائعه
مو هذا الشكل اللي انا كنت اتمناه، لكن ممكن تسوي تيست اوكي مجرد عشان تعمل ذيل وبعدين نلقى فجاه صعود الى مناطق 59-30. بس هذه هي يعني، او احد يفسر لي ايش سبب ان معظم عملاتنا واقفه عند موجه لازم تخلصها ومعظمها انهت التصحيح. معظم العملات انهت التصحيح، حتى ام بي بوكس هذا، حتى وسي كي بي اللي انا وطارق حللناها. ايش مشكلتها؟ خليني بس اخر شيء بقوله، ام بوكس سوت كالتالي. ام بوكس بدأ بموجة اوكي، وبدأت بواحد اي بي سي تمام. لو نبغى نقول هذه الموجة الدافعة حقتها مثلا اوكي، على الويكلي او على الشهري وهذا، واي بي سي وبدأت نزلت. فحتى هذه اللي يدوب لسه بتبدأ حياتها، لسه هذه ترى لسه ما بدأت اوكي، خلصت alright، بتقول لك انا انهيت التصحيح. لو عديت الموجات وطارق دخل عدلكم اياه داخليا حلقيها خلصت الموجات. سي كي بي كمان نفس الشيء، سي كي بي فين سي كي بي؟ هذه ما تيجي يا ابو زياد، ارجع للعمله اللي هذا ما تيجي اكسباندنج، لان اذا انه اقل الموجه الثانيه اقل من الاولى يلغي السيناريو حق اكسباندنج. انا مو عاملها اكسباندنج اصلا، هذه اقل اصلا. انا عامل بس اللو 1.79 ايوه مظبوط صح. لا في هذه اقل خلاص، اذا يعني لسه حتى ما بدات هذه موجات الصعود تبعتها. طب هذه الموجه ايش تفسرها؟ هذه اكسباندنج فلات، اكسباندنج فلات 100% حتى. ما هي اكسباندنج فلات اقل، هذه الموجه اقل. لا هذا اكسباندنج دايوجنال اللي اقول لك عليه، اللي هي موجه كامله اللي هي تيجي على السي وعلى الموجه خمسة. هي بس الاكسباندنج دايوجنال تيجي على السي وعلى الموجه الخامسة، بس الاكسباندنج فلات هذه من تصحيحات الفلات نفسها، وتصحيحات الفلات فيه الريجلر فلات وفيها ايوه مظبوط فلات فيه الاكسباندنج فلات. هذه طيب الاكسباندنج فلات يعني لو تشوف البي جايه اعلى والسي جايه اقل من اي. طيب فايش اللي انت بتطلع فيبوناتشي بالضبط؟ احسب لي هي فيبوناتشي من الضلع اي الى الضلع بي، واعطيني تصحيح سي كم. اذا جاء 123 معناته انا لا اكثر 161، اكثر حتى من 161 خلاص ما يعني لا 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 استنى لا 123 123 لا 123 150 جاب 150 خلاص ممتاز. هو هي هذه المناطق حقته ترى. طيب فين سي كي بي؟ سي كي بي والله سي كي بي دي سي كي بي مره عجبتني انا، احتمال استثمر فيها. ايه نفس الشيء، بس يعني نفس الشيء بتعمل مثلث. يعني اللي اقصد فيه انه حتى هي واصل مرحله انه المفروض انها تطلع تعمل الموجه الصاعده حقتها اوكي. ففي انا هذا اللي ابغى اوصل، يعني حتى هذول اللي لسه ما بداوا موجاتهم، لسه ما بداوا قصه حياتهم، يعني عارف قصدي الموجات الدافعه. زي يعني مثلا انا لما اجي اتكلم على في ار اي او اتكلم على ديجو او سي اتش ار، ليش اقتنع انه 100% انهم طالعين؟ لانه هي ايش القصه؟ خلينا بس عشان نشرحها بشكل عملي. اخر شيء بس في ار اي هي بس والله باين هنا، طالما في موجه كذا صعود شراء ففي ناس، في ناس جوا هنا، في ناس جوا العمله هذه تمام، واللي بيسووه هذا كله تصحيحات عشان يخلصوا الموجه هذا. هذول لسه ما طلعوا، موجودين جوا الموجه هذه، فين راحوا؟ اوكي لو تكون مثلا كذا لسه هذا قاعد بيجمع فيها، بيجمع ممكن ما تعرف، ممكن يقدر يطول التجميع. هذه زي سي كي بي، سي كي بي او زي ام بوكس، هذه اول بدايه حياتها كلها. شوف زي هذه بدايه الحياه، وبعدين انطلقوا، بداوا ينطلقوا. هذه الانطلاقه اللي انتم شايفينها هي اللي حصلت في ام بوكس وحصلت في سي كي بي، سي كي بي اوكي. وممكن توصل لهنا وترجع تنزل مرة تانية، ما لحد ما تكون وتقرر الصعود حقها. لكن هذه
ما فيها شك خلاص، هذه في موجة دافع، في ناس اشتروا، في ناس جوا، تمام خلاص، هذول قاعدين بيصححوا إلى أن يخرجوا هنا. نفس الشيء ديجو، نفس الشيء قالا، نفس الشيء شيبة، فين حيروحوا؟ طيب لازم يخلصوا الموجة الأخيرة أو يخلصوا الموجة التصحيحية لو هذا كله تصحيح. هذه هي اللي أنا بتكلم فيه، بس هذا اللي أنا بتكلم. لكن لو هبط البيتكوين ما أدري شو أقول لكم يعني. والله يا أبو زياد اخترت صراحه، لانه في بعض العملات زي اكس يجي طالع لي انه باقي لها تصحيح، في عملات ترى باقي لها شويه بس جبت لي اكس في جي. لا لا معلش، اكس في جي ما هي هذه عشان لا نخربط، ما هذا الفيديو اللي انا سويته. اكس في جي من العملات، وهي وديجو وهي ونيو واللايت كوين وكله، وممكن اطلع غلطان في النهايه، لكن خليني اوريكم شيء. اكس في جي هي هذه الموجه بس عندي بوريك بس سيناريو انا اتوقع. لا لا بس قبل ما تفتح البث خليني بس اخلص انا وافتح البث براحتك بس عشان اوريش تراينجل صراحه، لانه هو اللي بيتكافئ مع جميع التصحيحات اللي حاصله، اللي انها ممكن في الصعود الحالي يكون لنا الموجه واحد وفي الهبوط يكون لنا اثنين، واللي باقي ما انها ممكن في تصحيح ايه هذا ينهي فيها. طيب انا بس باب موضوع ايه انا بس عشان اشرح لهم سريعا واقول لك ايش اللي قصدي عليه. انا قصدي انه هذه الموجه في اكس جي حكي بعدين افتح هذه قلت خلاص انا مقتنع 100 1 2 3 4 5 خلاص اوكي، وهذا كله تصحيح تمام حق موجه 2. ايش اللي صار معانا في 2021؟ 1 2 هذه الموجه الخادعه بي، هذه صارت كلها بي تمام. فهي الان بتصحح في سي الحين، هل بتصحح في سي دايوجنال خلصت الموجات مدري؟ فإذا أنت لسه شايف موجات نزولة ما هي مشكلة، لأن هذه العملة خلاص دخلت ضمن نطاق التريتوري تبعت الموجات اللي بتصحح حقت 2017، تنزل عاد وقت ما تنزل ما هي مشكلة، هذه بتخلص سي، لأنه هذه أصلا الموجة الدافعة اللي شفناها هنا في 2021 هذه موجة تصحيحية فهي بتكمل، فمو هذه الدليل إنه البيتكوين راح ينزل، عرفت قصدي؟ ليس هذا دليل. ممكن البيتكوين يكمل صعود ويطلع عشان يساعد العملات البديلة، وهذه عادة تكمل تصحيحها لأن لسه ما أنهى التصحيح، ممكن أو ممكن يكون أنهى تصحيحها هنا. الفرق شاسع بينها وبين عملة زي ديجو. ديجو لا حبيبي، 1 2 3 في هنا ناس معلقة في الأسانسير تبغى ترفعهم وبعدين ترمي العملة. نفس الشيء في عندي عملة فيرا فيرا مثلا، أنا شو بس أنا على شيبة ريف أوكي، في دفعة 1 2 وخلصت A B C فطالعة عملة، وبالذات اللي واقفين عند موجة 4. ليش أنا بقولك موجة 4؟ يعني موجة 2 ممكن يقعد يطول فيها براحته، عرفت قصدي؟ عنده الحد 99% يلعب. هذه موجة الرابعة نفس الشيء، هذه مين فيرا أوكي 1 2، في ناس اشتروا هنا معلقين يبغى يخلصوها وبعدين ينزلوا يصححوا يخلصوا الموجة الخامسة. فما تحتار العملات الكلاسيكية مبينت لك إنه في موجات، لكن روح للعملات الجديدة، أهم شيء العملات الجديدة حتلقى إنه لا خلصوا تصحيح وطلعين لفوق. هذه هي بس أنا خلصت البث اللي عندي، يعطيكم العافية. وطارق تقدر تسلم المايك يا طارق وشارك اللي تطير. والله قبل مين؟ هلا عمر. عمر هلا حبيبي، كل عام وانتم بخير. بس ايه ارجع دقيقه على ديجو. ديجو طيب طلعت من ال لا ما طلعت، بس هي ما طلعت بس طارق فتح البث. دقيقه يا طارق بس الله يخليك، اروح له ديجو. انت شايف الحين تبعي ولا لا؟ حط بن على على الشاب حقي. ايوه قفلت خلاص. هادي ديجو ايش تبغى؟ انت بتقول انه زي ما حكيت لك على ريف انه يعني كيف البيتكوين بده ينزل وهي تطلع. شوف شارت ديجو على البيتكوين هتلاقيه مدي لك صعود، يعني ريف احسبها لو اقارن يعني قصدك ايه اجيب يعني احط شارت بيتكوين يعني شارت ديجو بيتكوين ديجو على البي تي سي ديجو بيتكوين ديجو بيتكوين اذا مدي لك صعود معناته البيتكوين لو نزل هي يا حتتماسك يا حتكون اصلا طلعت وحتنزل، لانه مثلا ريف
ميديا انه لو البيتكوين وصل ل 28000 هي حتكون 0.03 يعني لسه معاها تطلع بيتكوين. ايوه لو تصغر يعني تاخذ فريم هذا ايش هذا شهرين لو تاخذه ويكلي او يبين بس هذا ديكو بيتكوين يومي. انا بطلت اتفرج يومي ما دام انا مستثمر ما بطلت اتفرج يومي يومي عشان طارق هذا واحد هذه ما تقدر تحدد لسه تو هذه اول موجه واحد اوكي لا عاد هذا التصحيح تبع ريف واضح انها طيب اجيب ريف حيطلع على البيتكوين اي صح انا وانت تكلمنا على موضوع ريف بيت بيت سي مزبوط هي مبينات بس يدخل على فريم هذا ايش ويكلي ويكلي اي هذا واضح انه هي واحد مشكلة البيتكوين هذا اكس في جي بي تي سي خلينا نشوف اكس في جي بي تي سي المفروض تلاقيه مدي لك نزول لسه معاه يكمل لو هذه من القمة دي لسه معاه سي مش خالصة ممكن لا ما أعرف صراحة يعني أول ممكن هذه ريف بي تي سي العملات تطلع الآن والبيتكوين محل ولما ينزل تنزل تكون في مكان أعلى من اللي هي عليه الآن ممكن يعني شوف هذه لو بدي يعني سريعا سريعا أشوف الآن طيب يعني أنا ممكن أشوف هذه ريف A B A B C هذه واحد بعدين هذه A B C ممكن وبعدين لو بده واحد يدخل عاد عليها داخليا يشوف لأنها لسه ما لو كسرت تحت هذه أكلنا عارف قصدي يعني A B C طبعاً بس إنه يعني واصلة إنه ممكن تكون هذه واحد اثنين يعني هذه ممكن تكون كلها A B C وعاد كل واحد يقعد عاد يتسلى ويعد الموجات الداخلية طيب أنا يعني عارف إيش المطلوب شفت آخر شمعة حمراء هذه هذا شارت إيه أيوه. ويكلي لو تروح يومي والأربع ساعات لو صححت هنا على فريم الأصغر حتطلع شفت الصعود هذا اعتبره موجة دافع على فريم صغير لو صححت فيه حيكون بداية طلع ممكن بس لسه ما فيش تصحيح ايه لسه ما الان اللي ممكن يصير انه البيتكوين يتربس في المكان اللي هو فيه كمان اسبوع وهذول العملات تطلع مثلا جي 0.05 لما ينزل اذا صار نزول ترجع بس ما ترجعش لهنا عاد ترجع ل 0.03 مثلا تكون لسه طالعه نسبه معينه من المكان اللي هي فيه الان يعني هاي الفكره انه ممكن كيف بتكون بده ينزل والعملات هذه ما تنزل هي حتطلع قبله بعدين لما ينزل تنزل معاه اذا صار سيناريو نزول طبعا اذا صار سيناريو صعود خلاص انتهى الموضوع كله حيطلع هاي ما هذه كمان هذه نقطه اخيره حضيفها قبل ما اعطي المايك لطارق انه يا جماعه يعني اليوم في ناس قاعده تقول CKB كيف انا عامل تحليل وطارق تحليل لانه ما حد هيعرف التصحيح الا لما ننتهي يعني كلنا حتى انا وعمر وكلنا تكلمنا برضو على بكره لما نخلص التصحيح ونطلع اوكي حنقول ايش اللي حيصير فصعب انك انت تعرف التصحيح وريتكم شوفوا هذه اللي بقصد عليها في إليوت ويف يعني شوفوا هذه شوفوا طالعه اوكي هذه كلها بي رغم انها مجرد ما بدات ممكن كانت توهم الناس انها تصحيح ورايحه وطلعت كلها بي وطلعت في النهايه هذه سي وبتعمل لك فلان نفس الشيء شوفوا هذه موجة صاعدة طالعة طلعت في النهاية بي موجة بي ملعونة يعني ما حد هيقدر يعرف عنها شيء وحتى أنا موريتكم هنا في البرينسيبل الناس اللي كانت تخيلوا هذه أربع سنوات قاعدين من 79 لما 76 ل 79 أوكي قاعدين بيفكروا إن إحنا طلعين وبولش وتطلع في النهاية كل هذه موجات تصحيحية كل هذه بي لسه ما طلعوا للموجة الخامسة حقتهم طبعا احنا سوقنا مختلف ما هو ناضج ووقته اصغر يعني ما اعتقد انه يستغل يقعد 3 سنوات الا لو يبغوا يفاجئونا يعني anyway انا خلصت اللي عندي وخلي طارق يتكلم عشان لا نطول في الفيديو لانه سحور يا جماعه ونوم وانا بنام الله يعافيك فانا حقفل المايك وطارق ادخل انت شارك اوكي يلا
يعطيكم العافية وشي يا شباب، ما قصرتم. كل عام أنتم بخير بمناسبة رمضان، بعد جينا متأخرين في المباركة. طيب نبدأ، الشاشة طالعة ولا لا؟ الشاشة عندكم ظاهرة يا شباب؟ أيوة أيوة ظاهرة ظاهرة ظاهرة. طيب شوف عندك الإكس في جي. طيب الإكس في جي طبعا لو أقرب هنا على الضلع ده تلقى فيه تقريبا في موجة اللي هو هذا الإندينج دياغونال، المنطقة هذه هذه كلها إندينج دياغونال تيجي ثلاثيات. طيب طيب نلاحظ هنا في 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 أربع موجات، باقي في موجة خامسة. كيف موجة خامسة؟ يعني معناته في هبوط للبيتكوين صح ولا لا؟ هذا اللي محيرني أنا. في عملات كمان عاملة نفس الشيء، نفس الضلع حق الـ XBG. اللي حيرني إيش الـ إيش الـ السيناريو المناسب للعملات اللي أنهى التصحيح وللعملات اللي باقي ما أنهى التصحيح. نيجي على البيتكوين نلاحظ، طبعا هذا أنا ماني مقتنع من فيه 100% لأنه صراحة بيودينا أماكن بعيدة جدا، وفي عملات ما تستحمل حتى نزول قوي للبيتكوين، فما أعتقد بنسبة كبيرة أنه ما أعتقد أنه هذا اللي بيصير. عموما نيجي على السيناريو. دقيقة يا شباب، أنا أعتقد هذا السيناريو. ليش؟ لأنه بيطلع على الضلع اللي هو سي، بيطلع على هنا الضلع هذا اللي هو دي. العملات اللي باقي ما أنهى التصحيح هتطلع، هتوقف طبعا في مكانها بس هتكمل التصحيح في الضلع هذا اللي هنا، الضلع اللي جاي على اي، هتخلص التصحيح وبعدها تنطلق. أما العملات بتقولوا لي طيب العملات اللي أنهى التصحيح، طيب في الطلوع هذا اللي هنا، في طلوع هنا في المنطقة دي، أتوقع والله العالم يعني ممكن يسوون الموجة واحد من الموجة الخامسة، عرفت؟ في الموجة هذه، لأنه هذا أقرب سيناريو صراحة. أنا أشوف المنطقة هذه خاصة، خلني أشيل السيناريو حق ترينجل عشان توضح معكم. أنا اللي محيرني كله في الشغلة دي هذه، كل هذا التصفيح، وبالذات هنا، بالذات هنا هذه الموجة معقدة، مرة معقدة، ما يمديك تقول واحد ولا يمديك تقول اثنين ولا ما لها إلا يا إكس يا واحد من سي. فأنا أعتقد أنه واحد من سي. ليش؟ خلينا نحسب بالضبط، معلش بأخركم شوية معايا. إيش قلنا إحنا؟ هذه ABC، ABC فأعتقد أنها هنا يعني في المناطق هذه، ما راح تزيد أكثر، خاصة هنا في المنطقة دي. ليش؟ أعتقد أنه بيسوي هذه، ترى اللي هي يومين قاعد أبحث فيها، ممكن هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هنا في المنطقة هذه. خلني بس أصغر دي، ما لها إلا هذا السيناريو، لأنه مستحيل صراحة، مستحيل يعني تلقى هنا موجات، لأنه المنطقة دي حقت واحد هنا، المنطقة هذه معقدة مرة والله، عقدتني. دخلت على فريمات الصغيرة ما حصلت إلا حل. وفي سيناريو صراحة، في سيناريوهات كثيرة لازم أوريكم هي كلها عشان تكون عندكم صورة نمطية عن اللي بيحصل. وفي سيناريو هذا اللي هو الإكسباندينج فلات، من تصحيحات الفلات. البي إذا كانت مرتفعة فمعناته واحدة من الثنتين، يا رانينج فلات يا إكسباندينج فلات. فلما تيجي على هنا على الضلع هذا اللي هنا تحصل ثلاث موجات، والإكسباندينج فلات الموجة سي كاملة، هذه كلها سي، لازم تكون خمسة موجات ما تكون ثلاثة. هذا اللي بس حبيت أوضحه للناس، يعني ما تكون من ثلاثة موجات، لازم خمسة. حاولت أحسب هنا، مو بس أنا كمان كثيرين حاولوا يحسبون هنا ما في،
ما في خمسة موجات، هذا اللي يعني صراحة عقدني كثير. وإذا إنه مثلاً خمسة موجات موجودة، فمفترض إنه أنهى التصحيح ومفترض إننا ننطلق، بس لما تيجي في المنطقة هذه ما تحصل خمسة موجات، تحصل لخبطة في التصحيحات. معناته إذا حصلت لخبطة في التصحيحات واحدة من الثنتين، يا يعني أنها تكون هذه الموجة كامل، هذه كلها كامل تكون موجة إكس، لأن الموجة الإكس موجة الربط يسمونها، موجة الربط ممكن تتشكل على أي شكل ممكن تتخيل، بس غالبا تكون ثلاث موجات. هذه اللي خلاني محيرني صراحة، أني أشك أنها موجة إكس. لو كانت إكس الله المستعان يعني حناخذ نفس التصحيح هذا اللي هنا، حناخذه هنا كمان، حناخذه في المنطقة اللي ذي، حنوريكم سيناريو عنه كامل، حيكون تصحيح زيجزاج، معناته هذا كامل ما هو بي، معناته أنهينا التصحيح كامل. فبوريكم هي من جديد، لازم أشرح لكم كل حاجة بالتفصيل. لا هذا الإكسباندينج اللي حنجي لكم عليه. لا هذا، هذا مقصدي عن الدبل زيكزاك، بس ما عليكم في هذا، قاعد ما عليكم في ذي، انه هذه خمسة تقريبا في ناس حاطينها اكس، ما ادري عنهم صراحة، انا ما قد شفت اكس كذا كبير بالشكل، دائما الاكس تجي 50% اكثر شيء 50%، فلما تحسب هنا احسب عليكم في بناشي راح تحصلها 50%. شوفوا فين وقفت، عند 50% بالضبط، معناته ممكن تكون موجة إكس. فحاجة محيرة، كيف موجة إكس وحيعطيني دبل زيكزاج؟ دبل زيكزاج حيفتح لي مجال إلى 20,000، وممكن نوصل إلى تريبل زيكزاج، ممكن ثلاثة زيكزاج يعني حتكون، فهذا حيفتح لي موال كبير جدا ماني فاضي له أنا صراحة. فأنا أتمنى أن يكون هذا السيناريو اللي هو التراينجل. التراينجل هذا حيفك لنا أزمة كبيرة صراحة، ويعني أهدافه جدا 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 عالي، مرة مرة عالي يعني لو حسبناها صح. ححسب بسرعة عشان لو وقت كمان. هنا 257,000، أقل حاجة 111,000 أقل شيء، بس طبعا بعد التصحيح المعقد هذا كامل مستحيل تكون 111، حتكون على طول على الـ 2.618 اللي هو على الـ 250 أو 200. أنا حاط هدف صراحة 200,000، يا أكثر خير وبركة. طيب فنجي على اللي هو سي كيبي اللي سألني عنها، هذه ديجو. طيب السي كيبي أبو زياد يعني فتح لنا كمان، فتح لنا اللي هو سيناريو من ضمن السيناريوهات، ممكن تسوي لنا السيناريو كمان نفس حق البيتكوين اللي هو التراينجل. A B C دي. طيب نيجي نلاحظ، نروح على البيتكوين نشوف تقريبا متى يخلص التراينجل. تقريبا يعني هتكون في جولاي، تقريبا في جولاي. نرجع على سي كي بي، نرسم ترنداتنا. انا ابغى اطلع باقرب سيناريو صراحه، ابغى اشوف ايش اللي يتناسب مع السيناريوهات كامل حقت العملات. يعني تقريبا هنا
لازم اشوف الخطوط بس عشان اعرف. لا كذا ممكن تكون الاي منقطع، ترى عادي حصلت كثير. والله احترت صراحة حيرتني والله العظيم ما عاد ادري. خليني داخل في سي كي بي طالما هذا، خليني اشير ماي سكرين واوريك ليش انا شايف ان التصحيح نقطة. سامعني يا طارق؟ شوفوا الاكس بيجي. لا 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 بس بالنسبة لسي كي بي، ليش سي كي بي؟ ليش أنا شفت إن التصحيح حقها في أغسطس يبتدي يطلع والسيناريو أوكي. في سمعيني ولا لا؟ بس خليني سامع أيوه. طيب طيب خليك دقيقة بس، خلي الناس تشوف الشاشة حقتي. شوف الشاشة alright. السبب انا بس بحط هنا هذا، انا التراينجل هذا بعطيني حاليا انه هذا الهدف تقريبا يعطي 381% alright. فابغى اشوف لو حطيت الهدف هذا هنا هيكون اعلى. لما سويت الفيبوناتشي من 1 و2 يعني، هذه عشان بس ارجع اسويها معاكم واحده واحده عشان تكونوا فاهمين، هذا تصحيح الفيبوناتشي اكستنشن اوكي alright. عاده اوكي 2.618 اوكي بتكون تصحيح الموجه الاخيره ده عاده يعني اوكي، كل واحد على حسب المدرسه اللي بيقتنع فيها. فانا اخذت هذا لا استنى كيف سويته، فأخذت إنه أنا أبغى أشوف المسافة هذه اللي هي حقت المثلث هذه فين بالضبط توصل الهدف اللي 2.618. فشفت إنه عشان توصل للهدف لازم نكسر في الأوقات هذه ما بين جولاي وأغسط alright اللي هي جولاي وأغسط، وهذا يتوافق شوية مع تحليل شو اسمه هذا طارق انه شايف البيتكوين انه ما حيكون فيه امتداد قبل 6 شهور او قبل جولاي، وفي نفس الوقت هذا يتوافق مع شمعة الست شهور بتقول لكم انه انا ما حنطلق الا في جولاي. هذه هي السبب يعني بس حقه السي كي بي. وهذا الشانل نفسه كمان متوافق، لما تسوي الشانل على الثلاثه وهنا ماسك مع 2 تكتشف انه فعلا 4 ولازم تنتهي في المنطقه هذه، عشان 5 هتنتهي نفس الشيء عند هذا المستوى اللي هي تقريبا 13 سنت تقريبا يعني اوكي. طبعا given the take فكل يعني تقريبا لو تبغى تيجي تقول تحليل زمني مع تحليل النموذج متى ينتهي تصريحه، يعني اللي اعتقد بالنسبه سي كي بي اذا 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 فاتك مثلا سعره حاليا ممكن ترجع تنزل مره ثانيه الى نفس المستويات اوكي، او حتى ايه ممكن تكون اقل زي ما قال طارق، ممكن تكون منقطعه هي إيه على فكره وترجع تطلع لفوق. بس هذا كان تعليق سريع مني على سي كي بي يعني اوكي. بالنسبه لي شوف الاكس بي بي معي الشانل هذا ايش تشوف، كان الايجابي ولا علي صوتك طارق مو مسموع ليش؟ النموذج هذا حق الراية تشوفه إيش إيجابي ولا سلبي بغض النظر عن التحليل الموجي؟ أتركه خلني أخفي لك. مرة إيجابي مرة إيجابي، لا أنا إكس في جي مقتنع فيها يعني، غلط في التصحيح، غلطنا في ليفل التصحيح ليفل الدخول، لكن أهدافها مجنونة أصلا. إكس في جي كل ما طولت في التصحيح كل ما أثبتت لي إنه الأهداف يعني مثلا خلينا نفترض إنها راح تروح في سنة 2024، إذا الهدف 8 دولار اللي كنت شايفه 4 دولار الآن ميك سنس تمي. هذا باختصار للناس. شوف مثلا لنفترض انه باقي لها تصحيح، تاخذ نفس الموجه حقت A تحطها في الموجه C، شوف وين وقف على تشانل نفسه. بس لما نيجي نحط السيناريو هذا مستحيل، لانه ايش متداخل مع الموجه واحد، مستحيل يجي كذا.
حيكون في تداخل في الموجه. فاتوقع دائما يقول لك اذا سويت مثلا تحليل وحسيت انه الموجه سيحه تتداخل مع الموجه واحد اللي بدايه عفوا بدايه الموجه اثنين اللي هي هنا في المنطقه هذه في المنطقه دي، اذا حسيت انها بتتداخل دائما اعرف انه الموجه سي حتكون لك نموذج. ايش هو النموذج؟ دائما تكون لك نموذج يا اكسباندنج دايجونال ولا الاكسباندنج ولا الاندنج دايجونال اللي هو اللي يقول لك يعني الثلاثيات. طيب شوف 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 الشاشه حقتي على كلامك اللي انت بتقوله، على كلامك اللي انت بتقوله شوف الشاشه حقتي يا هذه شوفها هذه واحد اثنين. طيب الواحد كيف؟ شوف واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، هذه الموجة ايه؟ واحد اثنين ثلاثة، وهنا حيسوي لك واحد اثنين ثلاثة. الثلاثيات هذه دائما الاندنج دائما ثلاثيات. دقيقة اجي على الصف حقك. فأنا ليش يعني ليش خليت الاكس يجي كذا؟ لأنه عندي تحليل ثاني. لا الثاني ما هو عاجبني صراحة. ليش؟ أنا أوريكم اللي هو اللي أنا محلله من أول الاكسباندنج دايجرام، ما هو مقنع صراحة. لما ما هو مقنع، أنا ماني مو مقنعني بشكل كبير. حتى الليدنج دايجونال حقت ايه مو مره مقنعه. تصحيح السي مو مقنع كمان. هذه الموجه اللي خلاني صراحه اني ممكن اقتنع فيه اللي هي موجه الاكس، موجه الاكس. والسبب احسب لي الموجات. ما تقدر تحسب اي حاجه. يقول لك الموجة اللي إذا ما عرفت تحسبها أعرف إنها موجة X. ما في يعني تيجي تحسب واحد ما الله ما تيجي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ما هي مقنعة والله العظيم. لو تجيب أي واحد محلل إليوت ما يقتنع فيها. ليش؟ نحط على التايمات الأقل. وين رحنا؟ هنا طبعا يا شباب هتقعد شوية انتو كمان، لانه انا بغيت تقول لي حاجة. أصبر بغيت توريني شيء على الشاب. إيش؟ كنت بغيت تتكلم. إيش؟ إكس بي جي بغيت توريني. لا بغيت أوريك إنه يعني على طريقة كلامك إنه شوف الشارت حقي، عرفت الشارت إنه موضوع أنت بتتكلم على إنه هذه موجة واحد وموجة اثنين. اوكي، وهذا اذا تبغى تاخذ فراكتل نفس حجم الموجه سي فعلا تتداخل مع واحد. شايف هذا الفراكتل يعني اي بي سي ينزل وبعدين نبدا في الصعود. بس ساعتها الصعود يعني مظبوط انها حتنزل لمستويات مجنونه، يعني عارف قصدي، الى مستوى ممكن صح 0005 مدري ايش، ما ادري عاد هل هذا صحيح ولا لا. اوكي، لكن بعدها الان القناعه النفسيه انه ليش تطلع بعدين للثلاثة والثمانية دولار؟ يعني ساعتها الاهداف اذا كانت هذه كلها واحد اوكي وهذا تصحيح اثنين، معناها ثلاثة فين حتروح؟ يعني هذه بكل بساطه لو تبغى تاخذ بس الموفي جاب ال والله. بس لما تشوف الاهداف حقتنا يا ابو زياد يعني ثلاثة على 12 دولار ولا تحسها صعبه يا اخي، الا يسوي حرق للعمله هذا شيء ثاني. لا مو حرق، ممكن يكون في الدورة الجاية موضوع ثاني، يعني موضوع ثاني والرؤوس الأموال تكون جاية جديدة. يعني الآن it makes more sense. ما هي شوف إذا هذه موجة واحد وطلعت حوالي إيه هذه مرة كثير طلعت حوالي، هذه موجة واحد بس، موجة واحد طلعت حوالي بتتكلم
بكم؟ في 33,152. هذه موجة واحد بس، هذه موجة واحد، وهذه كلها تصحيح اثنين بغض النظر. عشان كذا التصحيح كان طويل، وهذه بي طلعت وهذه سي، وكنا خدعنا حسبنا هذه موجة واحد واثنين وثلاث. أوكي، وبعدها الله أعلم فين سي راح توقف، بس فين فين هتروح ثلاث. يعني إذا كانت هذه واحد كذا، ثلاثة فين حتكون؟ الله أعلم، صعبة مو صعبة الله أعلم، إلا عاد لو حصل شيء ثاني. مثلاً بس اللي يبغى يدخل فيها مثلاً ينتظر التصحيح، حتى لو أيوه 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 مشتري من المنتصف، يعني منتصف القناة أو منتصف التصحيح اللي هنا في المنطقة. حتى لو لكن في أنا نقطة أخيرة، نقطة أخيرة بس أبغى أتكلم عليها، لأنك أنت بتتكلم على التصحيح. أنا بالنسبة لي يعني هذه بشوفها واحد اثنين خلاص على الشهري أو على الأسبوعي. هذه واحد اثنين من الموجة سي. الحين هذه ثلاثة، هذه أربعة، هتكون هنا أربعة وبعدين تنزل لي تسوي لي خمسة هنا، الله أعلم، عارف قصدي؟ أو إنه إنه في موجات إحنا ما إحنا شايفينها هتكون بالإندنج ده يمكن تنزل أنت سوي. لا بس أبو زياد بالله بالله أباك تحسب لي بالله، شوف ثلاث موجات كلها ثلاثية، شوف كلامي صح ولا لا؟ شوفوا ثلاثية قدامك فين على إيش تتكلم؟ اللي أنت تقول واحد اثنين، أباك تشوف لي واحد بس، أحسب لي واحد، شوفها ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، إيه بي سي هذه واحد اثنين ثلاثة كذا يعني؟ إيوه شوفها واحد اثنين ثلاثيات كلها. هذا اللي خلاه ما هو هنا حنختلف فيها انه نموذج حيشكل لي نموذج هذا هو. لا ما هو ما هو هنا حنختلف، انا حقول لك هذه واحد وبعدين هذا A B C، عرفت قصدي؟ بعدين X مثلا ولا A B، ما اعرف، عارف قصدي؟ يعني 600,000 طريقه تصحيح. يعني الموجه الاولى هذه واحد وهذا كله اثنين، هذا كله اثنين، فما اعرف هل الكلام هذا صح ولا لا، او انك تسويها بشكل اللي انت سويته اللي هو خليني اشيل تحليلك صح ده يا ابني برضه يمسك الاحتمال نفس الشيء. انا احلل لك صراحه انك مثلا هذه كلها موجه موجه واحده، لأنه ما في صراحة ما في، بعدين يشكل لي هنا اثنين ثلاثة أربعة خمسة. بس ما أتوقع، ليش؟ لأنه لو تحسب، شوف يا أبو زياد بالله ركز معي، أنا هذا اللي معقدني صراحة، لأني أنا شايفها ثلاثيات، شوف A B C أنت هنا، طيب تيجي على هذه A B C اثنين، موجة اثنين. طيب نيجي على الثالثة هنا A B C، معناته هنا وش بيسوي لي؟ لا عفوا عفوا، هنا هنا السي، هنا A B C، الله أعلم ممكن أكون مخطئ. ليش؟ لأن الإندينج دياجرام ما يجي بشكل مستقيم، يعني لازم يجي مايل كذا، يجيك على وجه، راح تكون بالشكل ده، هذه الموجة واحد هتكون زي كذا. أن يمسح هذه وأوريك إياها بشكل أوضح، بالرسم. أنا فاهمك يا طارق، أنا فاهمك يا طارق، بس واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة. هنا أعطاني الرننج فلات، الستاندينج فلات، مو أنا قبل كم يوم قلت لكم حيوقف هنا، تتذكر قلت لك حيوقف هنا، وقلت وريتكم قبل وبعد، لما وريتكم الصوره اللي اول حسبتها بتوصل هنا وصلت. ليش؟ لاني حسبتها انها اكسباندنج فلات، حطيتها هنا. دحين اوريك حسبتها بالضبط ليش انا اقتنعت هذه
تاكل ثلاثيه. لما تيجي تحسب الموجه دي يطلع لك الموجه سي كم. موجه سي دائما غالبا 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 تكون 123 في بوناشي. شوف فين وقف حتى زياده عنه شوي. المفترض انه يوقف يعني، بس مو مشكله يعني، ممكن يوصل الى بعد يعني. بس انه اذا وصل 123 هذا الاكسباندنج لا دائما تحسب الموجه بي يطلع لك الموجه سي عند ال 123 في بوناتشي. فهذا اللي كان يعتمد 100% هنا اندنج دايجنال بالضبط، وحي حينزل. بس المشكله انه لو ارتفع هنا البيتكوين، مو هنا في ارتفاع. طيب يعني في ناس تسال تقول في ارتفاع هنا في المنطقه هذه، مفترض انه يرتفع. ايش بيسوي الاكس بي جي؟ ايش بتسوي؟ الله اعلم. هذا اللي مخيرني وقدني صراحه. طيب انا خليني اختم بوجهه نظري عشان انا اي نيد تو جو. انا خليني اختم بوجهه نظري. اشرح كمان المنطقه دي، هل هو بيرتفع ما او لا؟ طيب ما انا هذه انا حقول وجهه نظري هنا يعني. انا بتكلم انه هذه واحد موجه واحد بس. اوكي موجه واحد تمام. وعندك اوكي هذه A B leading diagonal. ايش قصدك leading؟ لا ولا leading ولا لا 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 ولا ending diagonal ولا لا 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 لا. انا بتكلم على انه هذه C. انا مصر خلاص انه موضوع لا هذه إيه. خلاص انا مقتنع 100% انه اي خلاص ايوه هذه اي وهذه بي 85%. طيب هذه بي وهذه سي. الحين احنا قاعدين بنشكل في سي. سي خماسيه حتكون. ليش؟ انا كذا مقتنع ما دام بدا زيجزاك خماسيه ثلاثة خماسيه. اوكي خلاص انا مقتنع بكذا. او ممكن زي ما قلت ممكن تصحيح الاندنج دايجنال، لكن انا ما حقعد احتار في انا المهم عندي الصوره العامه بالنسبه لي انه احنا في موجه اثنين. هذه انا خلاص اقتنعت. اذا كانت اذا كانت موجه اثنين يا ابو زياد، اذا كانت موجه اثنين ترى ممكن عادي تنزل عن بدايه الموجه اثنين. ايوه انا فاهم قصدك، بس انا اللي اقصد فيه انه في النهايه بغض النظر انا اللي يهمني هل الهدف اللي انا شايفه اوكي. اذا اقتنعت ان هذه موجه واحد وهذه موجه اثنين بغض النظر في التصحيحه ما حاجي اطلع دحين. اوكي في واحد لسه سال هل نطلع دحين؟ اطلع بعد اللي داخل، بس انا ما حطلع يعني. انا المبلغ اللي حاطه ما اطلع فيه. اوكي فبالنسبه لي لو وصلت مثلا ما تقدر انها موجه واحد، لانه شوف لاحظ التصحيح أربعة الداخلي ما هو طيب. ممكن بس خلوني اكمل. ما انا اعطوني فرصه بس. طب اديني بس اقول وجهه نظري كامله وبعدين بس خليني احكيها. بس انا اللي اقصد عليه انه انا بالنسبه لي طالما هذه كلها اثنين انا ثلاثه رايحه خلاص عرفت انه رايحه لاهداف بعيده جدا يعني. الحين اللي كنت بشوفه 8 دولار و9 دولار و5 دولار الحين ما استغرب لانه وضحت الصوره اكثر ألف مره. لكن انا الفكره عندي فمش فارقه معي استنيت فيها الحين، استنيت لان المبلغ اللي انا شاري فيه والعدد الكوينز اللي عندي لو وصلت لثلاثة دولار بالنسبة لي واو يعني. كنت ببيعها على دولار، الحين مع الصبر هذا حتصير ثلاثة وأربعة دولار يعني. بالنسبة يا أبو زياد حتوصل بإذن الله. كم بتطلع؟ إيش؟ لو نزلت على الشيء اللي إحنا ننتظره مثلا على تحت على تريبل ثري تريبل زيرو يعني حتصير مليونير. إيه ساعتها بعشرة آلاف دولار أقدر أشتري مبالغ ضخمة يعني، مش مشكلة يعني. عرفت قصدي؟ يعني هنا تزويد ساعتها ما انا عندي فيرا وعندي ديجو وعندي ريف وعندي جاجالا وعندي بدرمين وعندي دي اس ال يعني اي واحده حتجيب فلوس حترجع تستثمر فيها. اوكي يس ذس خساره. عموما انا ما راح اتكلم في طريقه الاستثمار، انا بتكلم انه هذه موجه نزلت كذا واحد اورايت. فانا الحين انا بالنسبه لي هذه كلها اثنين تمام. كيف اثنين عاد حتقسمها اي بي سي اوكي، وبعدين هذه واحد اثنين بدأت إيش اللي هي الموجة الثالثة من الموجة الثالثة يعني. عرف واحد اثنين بعدين ثلاثة هذه ثلاثة وهذه أربعة وبعدين هتنزل تخلص لي خمسة. أوكي هذا اللي أنا بشوفه إنه تخلص لي الخمس موجات حقتها، ممكن توصل حتى إلى المستوى الثلاث. أنا مو زيك يا طالع، أنا عارف أنت تبغى تدخل بالموجات الداخلية ومعاك حق أنت لأنك يعني متبحر في فاليو، لكن أنا بالنسبة لي كل اللي يهمني شكل التصحيح.
الحين شكل التصحيح على كيف عرفت ان هذه بي؟ لما بصيت على الشهري شفت ان هذه واحد اثنين هذه ثلاثة هذه اربعة ما عقدت نفسي في موجات الداخلية اوكي وهذه خمسة خلاص وصلت خمسة عملت لي كلامك برضو عشان اكون واضح للناس ترى كلامك فعلا برضو صحيح بس اللي مخليني بس اني يعني ما اقتنع مثلا بالكلام او اعارضك مثلا في بعض النقاط اللي هي الموجات الثلاثية بس هذه اللي انا كنت يعني اختلف معك فيه ما هو انت بتشوفها موجات ثلاثية انا ما حد يتلخبط مني الناس لازم تحط أيوة. في بالها انه ممكن يصحح الى تحت الى 3-0 نعم مظبوط بس اللي اقصد فيه انه صحيح موجات ثلاثيه بس لما اشوفها على الشهري ما بدخل في التفاصيل خلاص 1-2-3-4-5 ما بشوف موجات ما صعب تشوف موجات ثلاثيه فين اللي بتشوف موجات ثلاثيه اللي هي هذه 1-2-3 هذه كلها بي لانه ثلاث موجات صح ولا لا فتاكدت انها بي عرفنا ان التصحيح هذا هي الحين انا نزل 1-2 الحين بدخل في 3 ايش 3 هذه حتنتهي ولا هي حتنتهي لي اي بي سي عرفت قصدي اي بي سي وكانت هاي كلها فيها موجات لو تدخل يعني تبغى عاد تدخل قصدك انه كذا انه على الموجات هذه تديني خماسيه كذا الى 000 احسبها لك دي. ايوه بالضبط خلينا نشوف بالضبط وين بتوقف يعني مثلا نحسبها في بناتش انت قصدك هنا هذه يعني اذا انه قصدك واحد هنا واحد هذا واحد 100% لا مو هذه اللي قبلها ماشي اوكي يحسب من هنا مش مشكلة نفس القاع اوكي طيب ثلاثة حتكون عن 2.618 أربعة هنا تقريبا شوف ما أدري بس بحسبها دحين لك طيب نحسب أربعة خليني أطلع بس اللاين حقه أنا ترى معاكم بالضبط another 5 minutes I have to leave أنا ممكن يصحح إلى 382 طيب نيجي ناخذ في بنات شي ثاني نحسب الأربعة عشان يطلعنا الخمسة بالضبط نفس ما حطيتها خلينا نشوفها على الشانل حتكون هنا في المنطقة دي. عند 000 بعدين 20 مو تريبل زيرو دبل زيرو دبل زيرو دبل زيرو خليني بس احط لك الرقم عشان توضح يوضح معانا تكون عند السعر هذا شوفها يعني مقنع نوعا ما خلينا اشوف على تشانل حاضر عموما الـ 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 القناة السعرية هذه ترى قناة إيجابية جدا هذه طيب أنا معلش هقاطعك يا طارق بس أنا مضطر I have to leave إذا تبغوا تسيبوه أسيب لكم الشات مفتوح أوكي بس أنا ردي الأخير يعني أنا اللي أبغى أقوله عشان بس نتأكد إنه هذه ما هي يعني زي ما قال طارق ألو معاك فين طارق أيوه معاك أبو زيد أيوه يعني هذا اللي أنت شايفه 1-2 متى أتأكد إنه الكلام هذا كله غلط إنه هذا 1-2 لو كسرنا هنا صح ولا لا القمة ولو فضلنا هنا في المكان هذا اللي انت امبارح قلت لازم ننزل منه شايف هذه اللي هي اللي هي قطرنا بمجرد يخرب شكل الاندينج داغ لنعرف انه خلاص
خلاص بالضبط. واذا كسرنا القاع اللي احنا جبناه هذا اللي هي الدبل 07 اوكي معناه ان احنا نزيم صحيحين تحت. الفكره كلها اللي بيسال يس احتمال موجود انه يكسر، بس انا خلاص اقتنعت انه تصحيح خماسي بالنسبه لي. اكس في جي تاركها ممكن للدوره الثانيه، او ممكن انه هي ممكن تعكس كل الاختيارات واي بي سي ويكون تصحيحاتها الداخليه كذا. عشان بس انا مضطر اروح، اخر كلمه اللي بقولها اللي في النهايه بالنسبه لي اكس في جي يس ممكن تنزل لتحت جامد جدا. انا بالنسبه لي مش مهتم في الموضوع هذا، خلاص انا عملت استثمار مقتنع فيه. المهم قناعتي الوحيده هل العمله هذه حتنتهي ولا الهدف اللي جاي عندها سريع. خلاص بالنسبه لي الهدف اللي بعد كذا اونستلي حيكون يعني يعوض صبري خير. يعني انا كنت ابغى ابيعها لدولار او 90 سنت، الحين لا انسى الموضوع. طيب ايش 12 دولار و8 دولار وهذا، ويصح تجيبها في خلال سنتين الجايه هذه او الثلاثه الجايه. بالنسبه لي اتس وورث هذا. رايت انا بالنسبه لي انا مضطر معلش اترككم يا جماعه، انا والله اعتذر بس لازم اروح والله. بس اعطينا كلمه اخيره، ايش فكرتك مثلا لو ارتفع بيتكوين هتكمل تصحيح ولا هتطلع معك؟ لا ممكن تكمل، هي تصحيح ممكن تكمل تصحيح في حالة واحدة. يعني طلع سوت زي كذا قبل ايش؟ في عملات قد حصلت يعني فيها الحركة. يس 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 يس. واقول لك اثبت لك اثبات، ادخل على زيليكا. زيليكا حتلاقيها فضلة تصحح من ابريل، مع ان احنا طلعنا في نوفمبر في البيتكوين. ما شافت الصعود، ما شافت قمة جديدة. صح ولا لا؟ اوكي؟ لكن العملات ما هي على حسب الموجة. يعني انت المفروض افهم مني على حسب الموجة اللي هي فيها. الا في حاله واحده، لو انها طلعت كسرت هذه القمه اللي هي 3.5 سنت، ادرينا انت 3.5 اوكي 3.5 سنت، معناها انه خلص التصحيح، وانه ساعتها حنشوف التصحيح هذه الموجه ايش اي بي سي، والسي هذه حتلقى ليها تحليل. مين اللي قاعد يقلب يا جماعه؟ هذا انت يا طارق؟ لا لا ما مين يا جماعة اللي فاتح المايك يا شباب؟ أوكي طيب anyway فأنا في رأيي لو البيتكوين طلع هذا هو هذا اللي حيبين لي إحنا في أي موجة للتصحيح هذا. عرفت قصدي؟ بصراحة لو تيجي تحسبها على الشهري حتى على الشهري، يعني لو تبغى تأخذ نموذج كلاسيكي طريقة الكلاسيكية، المفروض أنها أنهى التصحيح يعني تقريبا عند لغاية 007 بالضبط. عرفت قصدي؟ لو تبغى تأخذ يعني زي كأنه تصحيح هذا مقابل تصحيح ده، عرفت قصدي؟ تقريبا أنهى التصحيح مفروض. فلو البيتكوين طالع من هنا المفروض أنها تصحيح. الشراء كويس صراحة، أسبوعي مرة ممتاز. عندك الماك دي ممتاز، على الار اس اي كمان ممتاز، يعني ما اعطي كل شيء ممتاز. اشوف ال 200 ممتاز، كان مره ممتاز. ف خلونا نراقب، احنا خلونا بس نشوف البيتكوين ايش حيصير فيه. انا بالنسبه لي اي هاف تو تيل جايز جود نايت، وكل عام وانتم بخير، واشوفكم على خير ان شاء الله. ماشي بطروق، تبغى طارق تحتفظ لسه بالشات تخليه مفتوح ولا كيف؟ ما ادري عن الشباب اذا يبغون نكمل شرح كلهم في نموذج. تبغوا تكملوا يا شباب ولا لا؟ عشان انا لو قفلت من عندي ادي يقولوا في طريقه. طيب خلاص اقعدوا مع طارق وكملوا انتم بعدين قفل الشباب. اضطر اقفل هنا. تقدروا تخافوا منها الديجو بالذات، الديجو بالذات لا تخافوا منها. الديجو إن شاء الله طالعة حتى لو البيتكوين أنها تصحيح. هذه